متجددة بتجدد الانطلاقات والتحديات في هذا المعترك، في هذه المنافسة، في هذا التحدي والختامية السنوي الكبير في عاصمة الميادين، لينطلق شوطنا السابع وتندفع هذه الأسماء مباشرة أسير إلى متوكل اللي على المركز الأول يتقدم لمحمد بن صالح بن محمد الرزق، بينما المركز الثاني فالوصول من سكر يتقدم بطعم السكر، ياتي نايع بن راشد بن سيف بالشاوي، بينما انتقل للمركز الثالث واجد المشهر غربا مربط المشهر مني، هذا هو المشهر القادم بشعار صالح بن حمد بالدليلة بالويع العامرية، بينما المركز الرابع فالوصول يتقدم من خلال وجود الفارس، بدا يمتطي صهوة الجواد، ينطلق الفارس لأحمد بن حميد بن علي الدرعي، بينما المركز الرابع دالوب، هنا علي بن محمد بن سالم الزبدان المرية، بينما المركز السادس تحرك وتقدم وتواصل هنا شامخ باحثا عن الشموخ، باحثا عن الرفعة، باحثا عن الانجاز، هذا هو الشامخ لنايد بن مسلم بالزفنة العامرية، بينما انتقل واتجول ما بين هذه الاسماء ليجد هناك على المركز السابع المختبر في اختبار حقيقي، بل هو الاختبار النهائي، هذا هو المختبر لحمد بن سعيد بالزفنة الإعفاري، يتحرك ما بين الأسماء، يتقدم ما بين الشعارات، وانتصار ياتي في هذه اللحظات مقدم الانتصار حمد بن محمد بن حمد بن مصلح الاحبابي، انتصار يبحث عن الانتصار، وصل على المركز التاسع واتى من بعيد، هذا هو المتقدم والمتحرك في هذه اللحظات متوكل، والقادم هو ايضا الواصل في هذه اللحظات متعب لسهيل بن حمود بن علي الوهيبي، يقدم لنا ابداعات الشعار، بل يقدم لنا انطلاقة الاسماء هنا في هذا التحدي الكبير، اشتدت المنافسة واشتد الصراع واشتد النزاع واشتدت قوة المنافسة في هذا الشوط، الله يهو شوط، يهو صراع، يهو نزال من اجل الفوز ومن اجل الانتصار، من وصل؟ وصل الليث، الليث، فاذا رايت هنا الليث يتقدم في هذه اللحظات ويتحرك في هذا المستوى الجميل لسعيد بن احمد العكوي بالسلمي، ياتي من خلال المنافسه، ياتي من خلال تحركات الليث، فاذا رايت نيوب الليث بارزه فلا تظن ان الليث يبتسم، الله يهو شوط، يهو شوط، يهو صراع، يهو تحدي كبير هنا ما بين الاسماء، متعب متعب قادم، والتقدم من الاسم الاخر هنا في هذه اللحظات، هذا هو المشهر صالح بن حمد الدليله بالويع العامري، وهناك في هذا التحدي وصل سياف محمد بن علي الكتبي، الله مزعل محمد بن علي بن هزيم المسافري على المركز الثاني، ولكن متعب، يا متعبهم يا متعبهم، طار الى المركز الاول، تألق وتميز هناك مع سهيل بن حمود بن علي الوهيبي، الوهيبي يطير مع متعب ومتعب، ولكن مزعل 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 محمد بن علي بن هزيم المسافري في اللحظات الأخيرة ينتزع الفوز والانتصار، تهانينا والناموس لمالك مزعل محمد بن علي بن هزيم المسافري المركز الثاني، نتعب سهيل بن حمود بن علي الوهيبي المركز الثالث.
كان حاضرا هو ايضا معزم احمد بن محمد بن سالمين العامري المركز الرابع، كان مع المركز الرابع هو شديد مبارك بن سعيد مبارك بن سعد بن سعيد بن ضحية العامري، والمركز الخامس هنا الحضور من سياف محمد بن علي بن حفشة الكتبي. اذا متابعينا الكرام نعود للتوقيت الزمني 5:48 و8 اجزاء من الثانية. مزعل هو البطل لمحمد بن علي بن هزيم المسافري، تهاني وناموس المركز الثاني 5:49 أربعة أجزاء من الثانية. كان هناك متعب السهيل بن حمود بن علي الوهيبي، بينما المركز الثالث كان حاضرا معزم بالمركز الثالث أحمد بن محمد بن سالمين بن بارك العامري. تهاني وناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، يتواصل العطاء واللقاء ونصل بكم الى شوطنا الثامن ضمن اشواط الانتاج والمنتجين عبر قناه ياسر الرياضيه وقناه